مرحبا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة. اليوم نأخذكم في رحلة ملهمة من خلال قصة شخص حارب لتحقيق أحلامه بفضل إصراره وعزيمته القوية، وهو الفنان الموهوب باري شوبكتش. سنغوص في تفاصيل كفاحه وكيف أصبح نجما ساطعا في عالم الفن، بالإضافة إلى بعض الجوانب المثيرة من حياته الشخصية التي قد لا تعرفونها. إذا كنتم مستعدين لهذه المغامرة، فلا تنسوا الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في قناتنا لمتابعة المزيد من القصص الملهمة. هل كنتم تعلمون أن باري شوبكتش لم يكن دائماً يحلم أن يصبح ممثلاً شهيراً؟ في الحقيقة، كان لديه طموحات مختلفة في صغره، حيث كان يخطط أن يصبح محاسباً تحت إشراف والده. انتقل باريش من مدينته باتنان إلى اسطنبول وهو يحمل آمالاً كبيرة وطموحات عريضة في المستقبل. بدأ باريش دراسته في مجال المحاسبة والتدقيق في جامعة اسطنبول للتجارة، ولكن حياته اتخذت منعطفاً غير متوقع عندما قرر الانضمام إلى نادي المسرح. هذه الخطوة كانت بمثابة بداية جديدة، حيث اكتشف الفرح الحقيقي الذي يشعر به على خشبة المسرح، مما أظهر له موهبته الفطرية وشغفه بالفن. ومع ذلك، لم يكن الطريق نحو تحقيق هذا الشغف سهلاً على الإطلاق. لأول مرة في حياته، واجه باريش تحدياً كبيراً عندما طلب من والده الإذن بالتمثيل. ولحسن حظه، حصل على ثقة والده، مما مكنه من العمل بلا كلل لتحقيق أحلامه بدعم من أسرته. واليوم أصبح باريش مصدر إلهام للكثيرين بفضل إنجازاته الاستثنائية. أما بالنسبة لحياته الشخصية، فإن باريش يعد زوجته بولوم باكتاش أعظم هدية حصل عليها في حياته. يعبر باريش عن حبه الجارف لها بقوله: إنها الوردة التي جعلتني أنا ووالدي نبتسم. وعندما سئل عن شائعات الانفصال التي لاحقت، رد باريش بطريقة فكاهية قائلاً: يبدو أن الأخبار عن وفاة إبراهيم تتلس. لكن أحلام باري شوبكتش لا تتوقف عند هذا الحد، فهو يعمل حالياً على مشروع طموح لتصوير فيلم سيقوم بكتابته وإخراجه في مسقط رأسه باتمان. باريش يسعى أيضاً لفتح الأبواب أمام المواهب الشابة، وهو عازم على تحقيق نجاح كبير في مجال الإخراج، مما يعكس شغفه بالتطور الفني ودعم الجيل الجديد من الفنانين. تظهر القصة الملهمة لباري شوبكتش أنه يجب علينا ألا نستسلم أبداً في سعينا لتحقيق أحلامنا مهما كانت التحديات. كيف وجدتم قصة نجاحه الملهمة؟ وما رأيكم في موهبته الفريدة في التمثيل؟ نتطلع إلى قراءة تعليقاتكم وآرائكم. نراكم قريباً في الفيديو القادم.